هناك ملامح تراثية عديدة تنتشر في كل الأرض العمانية. وفي ولاية جعلان بني بوحسن نجد العديد من القلاع والحصون القديمة، ومنها ما يرجع تاريخ بنائه إلى عهد اليعاربة، مثل حصن خويسة وحصن المحيول وحصن أولاد مرشد. وتتميز بعض الحصون والبيوت التاريخية التي لا زالت قائمة بأشكال معمارية رباعية تدل على براعة الإنسان العماني في البناء. هكذا تمضي مسيرة التنمية في ولاية جعلان بني بوحسن، مرتكزة على ما تتمتع به من رصيد تراثي أصيل.